ليلى 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 في سيارة مرقة جواتها أزعر سيئة بيشفط مو شايف شي باله أو سئل عليه قدام القهوة هدى لطش صبية حدى والشاطر يفتح تبه يقله غير الله يقويك أوضاع بلادي رايقة والناس حالة مو طايقة السافر يا نياله الباقي الضغط كتير عليه عالم جنة صار بدها تصالح لبلاده هدى طب وحياة المحبة تعالعيش عنا خلاص خليك طربك شبيه منقول عادي طابور طويل ولك عالفاضي ومن بس ضيعة طول مجهوم عملوا تقنين الكل راضي على ضو البيل بقضي غراضي ومن بسطي عطول مجقوم يلا والله رح تنجوم وبسط تعالوا عيشون رايقة اللي لك رايقة تحية خاصة لناصر السمان أكبر خرابي بحلب وضواحيها ناصر ناد أنا والدلع لي ناس والباقي عم ينداس والابنه برا صارع راسه يبعد كم دولار بالقلعة المطرب غنى شو حلو العيشة عنا بس بعد الحفلة ضب الغلة بوشه عالمطار ضربك شبيه منقول عادي طابور طويل ولك عالفاضي ومن بسطي عطول مجقوم عملوا التقنين الكل راضي على ضو البيت بقضيك راضي ومن بسطي عطول مجقوم أوضاع بلادي رايقة والناس حالة مو طايقة السافر يا نياله الباقي الضغط كتير عليه عالم جنة صار بدها تصالح لبلاده هدى طب وحياة المحبة تعال عيش عنا خلص هلي ضربك شبيه